السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. يا سورة السجدة والإنسان يجب قراءتها كل جمعة؟ لا يجب، ولكن يستحب. كل جمعة ولا لازم؟ ما في عندنا نصوص تقول كل جمعة وعدم، لكن الوارد أن النبي عليه السلام كان يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة: وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. شكرا. الله يبارك فيكم. اغفل يا عبد الرحمن الباب لأنه ضيعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخنا الفاضل. اتفضل. بسألك بالنسبة لو عملت فيزة مشتريات، ايه الحكم فيها؟ إذا كنت ستسدد في فترة السماح دون تراكم فوائد ربوية عليك فلا بأس بذلك. ربنا يجازيك خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. دايما بياخد فلوسي وما سابليش ولا مليم وانا موظفه. ارفع صوتك لو سمحتي. زوجك طلاقك وكان دايما ياخد فلوسك وانت موظفه؟ اه. والسؤال؟ وكنت دايما اديله فلوس واقول له دي دين عليك، ويعمل مشاريع وتفشل وانا اللي اسدد، ويعمل مشاريع وتفشل وانا اللي اسدد، وكان يجبرني ان انا استلف من اهلي. والسؤال؟ السؤال باختصار. السؤال ان هو اشترى عربيه وعشان الضرايب كتبها باسمي. ايوه. وانت كنت تعطيه المال وتقولين له هذا دين عليك. أيوه. على كلامك يعني. مرة. والذهب يتباع كذا مرة. وكان بيجبرنا استلف من اهلي. فالوقت العربية دي محل خلاف. هل هي من حقك ولا من حقي؟ على كلامك تأخذين القدر الذي هو مدين به لك. على كلامك. اذا كان مدين لك 1000، 2000، 300، 1000، 200، 1000 مدين لأهلك بمبلغ، تأخذين الذي لك وتردين إليه الباقي. بس اختصارا. تقول زوجها أثناء العلاقة يذكر نساء أخريات بدق التفاصيل، هل لي أن أمتنع عنه؟ لا تطوعي في ذكر نساء أخريات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصف المرأة، لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. لا يجوز هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. ربنا يجزيك عننا خير الجزاء يا رب. وإياك. تفضلي. لو سمحت، زوجي على سفر ومصلي الظهر والعصر قصر في البلد اللي هو مسافر فيها، تمام؟ ووصل البيت عندنا قبل صلاة العصر بحاجة بسيطة، فيصلي العصر تاني ولا لا؟ لا يلزم، لا يلزم بإعادة صلاة العصر، وصلها في الطريق أجزأت عنه لكونه كان مسافرا ومن حقه أن يجمع.
فإذا وصل إلى البيت لا يلزم بإعادة الصلاة مرة أخرى، ولكن يستحب له إذا وصل المسجد ووجد الناس يصلون يصلي معهم تكن له نافلة. إن شاء الله. بارك الله فيك. أحبك الله يا محمد ابن فتحي النحاس. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله انا بخير. حضرتك كنت قلت على زكاة المال ان هي 97 جرام ونص ذهب او 600 جرام فضة، صح؟ هو 600 جرام فضة ضرب حوالي 18000 و 97 ونص ضرب 200000، هو كده زكاة المال اطلعها ازاي؟ ما هي الاشكالية فقط في من يعني في من لم يصل مبلغه النصاب بين النصابين، لكن فلوسك كم تقريبا يا اختي؟ يعني هما ممكن في الرينج ال 200 ده فعلا. ها؟ هما في ال 200، في 200000. 200000 جرام الذهب بكم؟ 2150 اللي هو 21، 2150. تقريبا يكون عليك الزكاة، الأحوط لك في دينك أن تزكي 2.5%. وآخد اللي هو بالذهب اللي هو 97.5. ده احنا ده تبقى خاصتي بالذهب كده لأنها شيء تقريبي دلوقتي. طيب زكاة الذهب كمان اطلع عليها حتى لو هو زينة؟ حتى لو على الرأي اللي اختاره. طب اعتذر، سؤال اخير، انا لو شارية مثلا غويشة ما بقالهاش شهر. لا ما هي كان معك فلوسها ولا ما كانتش معاكي؟ كان معايا فلوسها والذهب اللي عندي كان بلغ النصاب، دي زيادة فلوسها. ايوه ما هو يعني فلوسها دخلت عليكي جديدة ولا فلوسها معاكي من مدة؟ لا كانت جديدة. دخلت جديدة، فلوسها دخلت جديدة. انا بعت حاجات واشتريت عليها، زودت بالفلوس الجديده اللي جت. حاجات يعني زي ايه، تجاره ولا حاجات ايه؟ لا كان عندي روايش قديمه بعتها واشتريت، يعني كان عندي 2 بعتهم واشتريت 3. لا خلاص عليها زكاه، ضميها لهم عليها زكاه. طبعا لان الذهب الثاني موجود. يعني انا لو بلغت النصاب اي زياده فوق النصاب حتى لو لم يحل عليها الحول. لا عبد الرحمن مش لازم 209 بالدقه المتناهيه كده. نعم ايوه عليك الزكاة، الله يغفر لك. جزاكم الله خير. حياكم. خلاف في 97.2 قائمة عبد الرحمن، يعني مش قول واحد يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي معايا؟ أخوك مصطفى العدوي. كنت بسأل حضرتك، هو أنا بصلي الصلاة السرية، هل مطالب إن أنا أخرج بالثاني في الحروف الأسبوعية؟ يعني والله يعني الحروف انت تعرف ان اللسان يخرج 3 أحرف، الثاء والضاء والذال. تخرج اللسان، اقرأ قراءة صحيحة. بارك الله فيك. يعني في الصلاة السرية خرج لسانك. انت تقرأ، من تقرأ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تلقائيا تخرج اللسان، تخرج اللسان. وفي العظيم برضه خرج لساني فيها وانا ايه. نعم تمام. الله يكرمك. بارك الله فيك. بعض إخواننا الأفاضل من المملكة العربية السعودية اتصل ويقول له عطب في مسائل 3، فأحببت أن أذكرها لحسن خلق الأخ المتصل. فيقول إننا قلنا إن العلماء السعوديين تكفيريين لأنهم يقولون بكفر تارك الصلاة وبعدم العذر بالجهل، وأيضا مسألة ثالثة ذكرها وهي قولهم للأشخاص وللعمالة يا محمد، فكأن هذا يتضمن استهزاء. فأقول وبالله، هذه ملاحظاته، فأقول وبالله تعالى التوفيق، ما نحن قلنا باللهجة المستفزة هذه أن علماء السعوديين تكفيرين أبدا، ما أذكر أبدا أننا قلنا هكذا أبدا. علماء المملكة العربية السعودية أهل خير وأهل فضل وأهل علم، لكن نختلف مع القائلين منهم بعدم العذر بالجهل، بأننا نقول بالعذر بالجهل، فأعتقد أن العذر بالجهل قائم وأن الجهل معذور، وعندنا من الأدلة عشرات الأدلة في هذا الصدد. فليسوا كلهم على عدم العذر بالجهل، لا، فئة منهم على عدم العذر بالجهل. لا، المسألة الثانية التي أثارها الأخ، مسألة تارك الصلاة، فهو بأدبه وخلقه الكريم قال أنت تعرف أن الخلاف في مسألة تارك الصلاة قائم من زمن. نعم أعرف ذلك، ولكن لا مانع من أعرض وجهتي وأقول أنني لا أوافق من يقول
بكفر تارك الصلاة إلا في الجاحد. الأخ جزاه الله خيرا التمس سؤالا آخر فقال أو التمس شيئا آخر فقال إننا نقول إن كثيرا من الإخوة في الخليج ينادون على الشخص المستأجر من دول الخارج بلفظ يا محمد يا محمد، فكأن هذا قد يتضمن إساءة لاسم محمد لأنهم لا يطلقونه على بعضهم، لا يقول بعضهم لبعض يا محمد يا محمد، إنما يطلقونه على العمالة في بنزينة في دكان في غير ذلك. فقل هذا الذي بدا لي، لكنه يقول مذكرا إننا لا نريد أبدا انتقاصا، لكن لما كان أغلب العمالة الذين يأتون من الخارج اسمهم محمد شمس محمد عيد محمد نور وهكذا فأصبحوا ينادونهم بيا محمد. فأقول أيضا جزاك الله خيرا على هذا البيان، لكن لا ينبغي أن يستعمل هذا لأنكم لا تقولونه لأنفسكم إنما تقولونه للواردين من الخارج فقط، فدفعا للشبهة ينبغي أن ألا يتكلموا بمثل هذا والله أعلم. أشكر الأخ على حسن خلقه في الانتقاد أو في التنبيه على الأصح، جزاه الله خيرا. وأعيد مكررا أن من علماء المملكة العربية السعودية أو جل علمائها علماء أفاضل نستفيد منهم ومن علمهم وفقهم الله، لكن لا أوافق القائلين منهم بعدم العذر بالجهل، ولا أوافق القائلين بتكفير تارك الصلاة متكاسلا. وكلمة يا محمد أكرر أن الأولى اتقاؤها لأنها توهم انتقاصا لاسم محمد وإن كانوا لا يقصدون ذلك، ويعترفون أن دفع المشتبه وارد، ورب العزة قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا لنا بالكرم، فإن الناس لما كانت الخمر تصنع من العنب ويطلقون على الخمر الكريمة منع النبي عليه الصلاة من هذا، ومنع النبي من أن نقول للأشياء العتمة في بعض الأحاديث، مع أنه سماها العتمة في موطن آخر، لكن قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم والعشاء فيقولون العتمة وإنما هي العشاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر أشكر الأخ المتصل على حسن خلقه وعلى أدبه في العرض جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. شيخ لو سمحت، أنا كان اختصارا يعني علشان الوقت في موضوع هنعمله، وهو أن احنا عاوزين نعمل فيديو هنشرح فيه أول شيء شروط الصلاة وأركانها وسننها وغير ومطلقها، وبعد كده نعمل الجزء الثاني من الفيديو هيكون عبارة عن صفة الصلاة كاملة على القدر الصحيح بإذن الله على قدر ما نستطيع. تمام؟ تمام تمام. بعد حضرتك، هو المفروض ان انا اكون بكلم حضرتك من 5 ايام، بس كل يوم الشيطان بينسيني ما بتذكرش لغاية انتهى بس، فبإذن الله كل يوم هاخد مع حضرتك حوالي 3 دقايق هراجع جزء من الرسالة لو امكن. على الهاتف هنا يعني؟ ايوه، مش هتكمل 2 دقيقة بإذن الله، يعني مثلا ناخد 4 شروط والأرقام. لا عفوا عفوا عفوا، تصيغها في صيغة اسئلة او ترسل الرسالة كاملة نرجعها لك بتأني. ما انا هقول لحضرتك هطلب من حضرتك الاسئلة يعني، مش لا اعدك، انا لا اعدك، اذا سألتني كأي متصل على الرحب والسعة واشكرك على تحريك، لكن كونه وعد انني اوفر 3 دقائق انت وقدر الله عليك، الله يسلمك. تمام. طب بعد حضرتك السؤال الاول، هل النية اضعها مع الشروط ولا مع الاركان؟ النية اضعها مع الاركان. أضعها مع الأركان. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. جزا الله المحسنين خير. الحمد لله إنه عم بحكي معك يا شيخ. الحمد لله. من دولة اسكندنافية. من دولة اسكندنافية. تفضل. نعم. عندي سؤال أتمنى أن يتسع صدرك. أول شيء، العمل في تصميم المجوهرات على برامج الكمبيوتر، تمام؟ على طيب. برامج الكمبيوتر طيب. وعرضها على متجر الكتروني للبيع، يعني فقط التصميم، فقط طيب. عرض التصميم. لا عفوا، التصميم نعم. التصميم هذا الذي تصممه على الكمبيوتر، أصل التصميم جائزة، لازم تصمم نعم.
تصاميم لعمل مجوهرات وبعد كده. لكن أقصد هل هذه التصاميم فيها محاذير؟ يعني هل ستصمم فقط. صبرا علي بس، هل ستصمم شيء من ذوات الأرواح؟ لا لا أبدا أبدا. طيب إيه المشكلة؟ طيب أبدا فقط. طيب المشكلة المتجر الإلكتروني الذي أعرض عليه التصاميم يباع فيه ما هو مباح وما هو غير مباح. ليس عليك أنت اسم إذا عرض. ليس عليك أنت علي اسم. أي يعني أنا أمثلها لك الآن. واحد تاجر، نعم، تاجر سلعة معينة ويريد أن يعلن عن سلعته، فذهب إلى قناة فضائية. القناة الفضائية عليها الأشياء المنضبطة وغير المنضبطة، صحيح، لكن القناة كده كده ماشية، يعني لو امتنع عنها هي سائرة أيضا، لو شارك في بإعلانات عليها هي سائرة، لا تتأثر القناة الفضائية بإعلانه عليها. هل نمنعه نحن؟ هل نمنعه من الإعلان عليها؟ أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أمنع، لأن القناة كده كده مش، لكن لو كان يستطيع أن يملي شروطه وستتوقف القناة إذا لم يشترك، أقول له إلزم الجادة ولا تعينهم إلا بشروطك، لكن هكذا القناة سائرة يعني كثير. تمام. نفس الشيء في المتجر. ليس علي اسم اذا عرضت التصاميم على هذا المتجر. لا ان شاء الله ليس عليك اسم. ان شاء الله. طيب التفصيل الثاني، التصاميم هذه هذه التصاميم ممكن ان يشتريها صائغ ذهب ويقلدها فتصبح مجوهرات حقيقيه. طيب. ولكن هذه التصاميم اغلبها او يمكن كلها تباع في دول غربية يعني غير مسلمة، فممكن إذا هذا مثلا إذا جاء صائغ واشترى التصاميم وقلدها وعملها مجوهرات حقيقية، وهذه المجوهرات بيعت لنساء متبرجات لا يلبسن هذه أزواج. لا لا في أنت مش عايز بس تدخل. عفوا صبرا علي أنا لا أريد أن تتداخل الأمور في بعضها البعض. السؤال الأول الموجه إليك، هل أنت تسرق التصاميم من الدول الأجنبية أو أنت تبتكر التصاميم؟ أنا أصمم تصاميم مجوهرات. ما خلينا واضحين في السؤال، يعني هل أنت تسرق التصاميم الأجنبية وتنسبها لنفسك وتعلنها على المتجر؟ لا لا هذه تصاميم يعني ابتكارك أنت. لا بأس إذا كان ابتكارك أنت وليس عليك اسم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضلي. قول لحضرتك دلوقتي يا شيخنا في يعني يعني في مشكلة عنده وفي قضية تبديد موصوع عليه. قضية تبديد. قضية تبديد عفش. نعم. المهم هو هي واخدة العفش كله ما عدا السفرة. السفرة والنيش. وهي بقى يعني ربنا يغفر لها حلفت قدام القاضي ان هو ان هي ما خدتش العفش، القاضي حلفها وقالت والله العظيم ما خدت عفش ولا جزء ولا اشياء من العفش، فطلب منه ان هو يجيب العفش طبعا ويعوضه علشان ايه تاخده، فهو نزل جاب شويه عفش طبعا من منطقه وكده على اساس ان هو ياخد العفش. بس انا عايزه افتت حضرتك في ايه السفره اللي هي ما خدتهاش، النيش فيه يعني ايه شويه حاجات مثلا يجيبهم مثلا بخمس ست الاف كده، هل علينا احنا حاجه ان احنا لو بعنا اللي هي اللي هو الصيني مثلا وطقمه الكاسات وكده علينا فيها شيء ان احنا نبيعها على اساس ان هو يكمل الفلوس، لانه طبعا هيدخل في حوالي 70,000 وهي دي حاجتها، بس هي طبعا واخده حاجات يعني اللهم بارك واخده ذهب يجيب 200,000 واخده بقى تكييفات، دي حاجات كلها ما كانتش حتى مكتوبه في القايمه، زائد واخده كله هي اوضه الصفه فقط اللي موجوده عندنا بالنيش، النيش ده حاجات بسيطه، واحنا يعني احنا لو بعناها يبقى حرام علينا على اساس ان هو يكمل طبعا ديون واقساط عليه بسبب يعني دخل في ديون جامده بسبب القواضي اللي هي مرفوعه عليه دي من طريقته. ما انا الان لا نستطيع أن نقول لك زوري أو اكذبي، هي كذبت ستتحمل إثمها بين يدي الله. تمام. أما أنت
إذا زورت أيضا ستتحمل لي اسم التزوير بين يدي الله. لكن أستطيع أن أقول لك في عندنا في الشريعة شيء وهو مسألة تسمى مسألة الظفر. يعني واحد ظلمني وأخذ حقي، لي إذا ظفرت بحقي أن أخذه، أن أخذ بقدر المظلمة، أخذ بقدر ماذا؟ المظلمة. للأمومات وجزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أيضا جاءت هند إلى رسول الله قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. استطاع أن أجيب إجابات عامة، لكن أنا أقول لك بيع وبدلي وأدخل أن أتحمل الإسم لا أستطيع أن أقول إلا الذي ذكرته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير. أدام الله عليك يا رب. نصيحة منك بس لمن أصرف على نفسه بمعاصي القنوات. يكثر من الاستغفار والعمل الصالح ولا يفضح نفسه. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام حضرتك. محمد بدوي جزاك الله خير. سؤالين بس. اتفضل. حكم التأمين سواء تأمين على الحياة وتأمين على الممتلكات وتأمين اللي هو إذا استطعت أن تبتعد ابتعد، إذا أجبرت لا إثم على المجبر. يعني كلها حرام. ابتعد عنها قدر جهدك واستطاعتك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، اتفضل يا أخي الكريم. شيخ حضرتك أنا فاتح محل تجاري زي محل اتصالات وكده يعني، وعندي ماكينة شحن اللي هي شحن الرصيد. أيوه. في عندي خدمة دفع الأقساط والقروض اللي هي القروض اللي هي بتاعت البنوك والكلام زي كده أهو. ففي ناس بتجيني بتقول لي ادفع لي القسط ده والقرض ده، هل أنا لو دفعت يعني أنت عندك أنت عندك ماكينة، واحد يأتي يقول لك خذ الألف جنيه هذه سددها لفلان الذي انا اقترضت منه بالربا، يعني انت نعم. موصل لا اسم عليك. لا اسم عليا؟ اي نعم، انت تسدد لا تقترض. لو العكس اقول لك تأثم، يعني لو قال لك اقرضني من البنك الف وانا سدده 1250 اقول لك تأثم، لكن هو مدين لزيد معاملة القديمة بينه وبين زيد لا دخل لك انت فيها، ويقول لك خذ سدد هذا المبلغ لزيد انا مدين له لا اسم عليك انت. يعني مش مساعدة في لا ما في ده سداد، هذا سداد. نعم لو كان اقتراض اقول لك لا. نعم الله يبارك فيك، نفع الله بك يا ابراهيم ابن سعيد. والله جئت على بالي الليله وقلت اين ابراهيم ابن سعيد حفظه الله. احسن الله اليك يا اخي كامل ابن حسنين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب والله الحمد الحمد لله. طب لو سمحت يا شيخ، في اخت تعمل في يعني اعمال خيريه وكده وبتساعد الناس الفقراء، ففي حد من الفقراء دول ساعات يجي لها بهديه وحاجه، فهي بيبقاش ما بيكون معاها فلوس بتاعتها، هي بتديهم، هي عارفه ان هم جايبين الهديه عشان ياخدوا حاجه مقابل ليها بس بشيء يعني مستعار كده يعني من الداريه. إن استطاعت أن تدفع من مال من بيتها هي بتديهم، لكن ساعات بيجي لها وقت ما بيبقاش معاها فبتضطر تديهم من الصدقات اللي جاي لها. هي عليها اسم. والله الأفضل لها في دينها ألا تقبل هذا. إذا كان بهذه المثابة أن الفقراء يهدون لها كي تعطيه من الزكاة ويتأخذ هذا الشيء لنفسها لا تقبله. لا ده الأحوط الأحوط. إن أمكنها أن تدفعه من مالها دفعته، إن كانت رأت هذا بشيء من طيب النفس النفس الطيبة دون تعلق وتأثير على مجرى الزكوات فلا بأس في هذه الحالة إذا لم تكن هناك تأثيرات على مجرى الزكوات ورأت ذلك بطيب نفس. قد ورد حديث عن أم سلمة في هذا الصدد في باب التجويز، باب التجويز، وأحتاج أراجع متنه في صحيح مسلم، صحيح مسلم أحتاج أراجع متنه إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بنحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. في بعض المسائل بس محتاج رأي حضرتك فيها. سأل وأوجز. المسألة الأولى، في محتوى تعليمي على النت يعني مدفوع الثمن، واحد صاحبي يعني دفع الاشتراك بتاع المحتوى التعليمي ده، فلما عرف ان انا مقبل على نفس المحتوى التعليمي ادالي المحتوى التعليمي ده من غير ما ادفع انا الفلوس، فهل كده انا عليا ذنب او حاجه؟ والذين هم اصحاب المحتوى التعليمي لهم شروط وليس لهم شروط؟ لا، ما وضعوش شروط، هم وضعوا مثل مبلغ مثلا مالي للاشتراك في المحتوى ده وليكن 200 جنيه مثلا. أنا ما دفعتش 200 جنيه واخدت المحتوى عن جاهز من غير ما صاحب المحتوى يعرف أصلا. إذا مهلني أسأل عن هذه المسألة. طب السؤال الثاني، حضرتك بس حكم العمل في العملات يعني مثلا في الدولارات أو كلام من ده، حلال ولا حرام؟ يدا بيد لا بأس، لكن انظر قوانين الدولة، ما عندي علم قوانين الدولة، لكن الناحية الشرعية إذا كنت ستبيع تقبض في الحال، سلم واستلم. اما قانون الدوله لا اعرف، ابحث عنها. الله الله يسلمك. مرحبا بك يا عبد الرحمن بن ياسر صيام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ مصطفى؟ نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله انا بخير. اللهم لك الحمد. يا شيخ، اريد ان استفسر حضرتك ان زوجي كان يحلف ايمان طلاق، وبعدين سبحان الله كنت يعني انفذ الشيء يعني اتجنب الشيء اللي حلف عليه، ولكن بعد كده ياتيني وساوس، ماذا لو مثلا لو اللي انا فعلته مخالف لما هو كان يريده، هل هذا فيه شيء عليا؟ فحبيت ان انا استفسر. يعني مثلي لنا بمثال حي. يعني مثلا يعني اقول لك مثلا علي الطلاق مثلا، ما ايه ما تفتحي بقك مثلا لحد مش عارفه في الوقت الفلاني، فانا يعني اتجنبه وابعد عنه خالص الى ان ينتهي هذا الوقت، فياتي لي بعد كده الشيطان اقول ايه، اقول يعني الله اعلم. فانا اريد ان اعرف حكم حضرتك ان انت مثلا من الامر ده ان انت ممكن تكوني مثلا خالفتيه عملتيه. لا لا، ده الوسوسه، لا تبني على الوسوسه دي. يعني اذا احسست ان انا نفذت كلامه خلاص، لا ما فيش مشكله، خلاص كده. بس انتوا اسره معقده، انت وزوجك ناس معقدين، يعني علي الطلاق لا تفتح فمك بهذا الموضوع، وانت خلاص تلتزم الصمت، والحمد لله انتهت المده وترجع توسوسي انا اللي تكلمت او ما تكلمت. يا ناس خليكم، يا ناس عيشوا على طاعه الله وطاعه رسول الله، خليكم ناس سهلين. الاسلام ما هو كده ابدا، لا تعنت من الزوج ولا تعنت ولا وسوسة من الزوجة، عيش نكد بهذه الطريقة، عيش نكد. واحد يقول لزوجات تكوني طالق علي طلق إذا فتحت فمك في الموضوع، ليه الموضوع أنت يعني إله يا أخي؟ مش كده، وهي أخرى تلتزم ويوسوس لها الشيطان ممكن تكون اتكلمت، مش كده يا ناس؟ الإسلام ما هو كده يا ناس، يا ناس لا تسيئوا للإسلام، لا تسيئوا للإسلام، ولا دين شريعتنا سمحة، إن هذا الدين يسر ولن يشهد الدين أحد إلا غلبه. يعني أصلحوا ذات بينكم وعيشوا بالمعروف مع بعضكم البعض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وبركاته. اتفضل. مسألة ضد الخطبة. اتفضل. دلوقتي أنا خطبت واحد. ارفع صوتك يا حبيبي، ارفع، انت رجل لازم تكون قوي شويه، تخرج عن الناس بمخرج المتمرد، لا ارفع صوتك. حاضر يا فندم. اتفضل. انا خطبت واحده وانا مسافر. خطبت واحده وانت على سفر. وعقدت عليها وانا على سفر برضه. وعقدت عليها وانت على سفر، مبارك عليك. تكونش طلقتها وانت على سفر تبقى مشكله. وأنا في بلد وهي في بلد أخرى، يعني شفتها مرتين فقط، مرة في الخطوبة ومرة في كتب العقد. مرة في الخطوبة ومرة في العقد، والسؤال؟ حالياً هي طالبة الانفصال. لأنها بتقرر إن هي ما عندهاش مشاعر قلبية تجاهي. ماشي. نصيحة حضرتك إيه في الأمر ده؟ خلاص تختلف منك. طب إن أنا متعلق بيه. طب أنت متعلق بها ومش عايزاك، ماذا تريد يعني؟ ماذا أقول لك؟
تفتدي نفسها وتخلص، ترد إليك صداقك وتنتهي. ولو أنا مش عايز أنفصل عنها؟ لا، هي لا تريدك، هترفع قضية خلع وتخلص منك بكل سهولة. الله يكرمك. وانت يعني قابل على نفسك ليه يعني؟ واحد تقول لك كذا يعني، انت لست برجل؟ واحد تقول لك انا لا اريدك، من لا احبك، ماذا ستقول يعني؟ مع السلامة يا اختي، الله يرزقني بواحدة تحبني واحبها بس. زعلش يعني، لا تزعل. حكم الطلاق في الحالة ديت ما تخليها هي تدفع، خلاص اللي هي اخذته منك ترده اليك، وهذا من التسرع في خطبة في السفر وعقد في السفر وطلاق في السفر، يعني كلها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل. الله يجزاك الخير فيك، والله أنا يعني حبيت بس أسمع صوتك يا شيخ. الله يبارك فيك، تفضل. أنا من الأردن بس حبيت أسمع صوتك وأقول لك أن أنا أحبك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيك. جزاك الخير، حياك. سلام وبركاته، الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شفنا عندي سؤال لحضرتك، أنا متزوجة وعندي بنتي عندها سنة، وكنت عاملها حصالة كده بشيلها فيها فلوس. وحضرتك ممكن مثلا لو احتجت أجيب لها مثلا بيجامة، أجيب مثلا حاجة في البيت أو كده، ووالدها ممكن يكون في الشغل، فأنا ممكن بأخذ من الحصالة دي. بس حضرتك هو ما بيسألش مثلا انت خدتي او ما خدتيش، او مثلا هو اصلا انا اللي كنت بحط لها بره، فهل كده لما انا باخد من غير علمه فهل ده؟ لا، ما في مشكلة، هي حصلت ابنتك، جايبة حصالة وكل يوم تضع فيها جنيه 2 جنيه لابنتك، من معاكي، من الامور خفيفة، احتاجت بنطلون لها ولا شيء ما في مشكلة، الامور سهلة. اقصد يعني عادي ولا لازم ابلغ؟ عادي ولا يلزم البلاغ في الاشياء اليسيرة. الزواج مش فاضية للحاجات دي، المفروض الزوج العاقل ما يدقق في هذه المسائل. لا هو مش زي انا بسأل، ده ذنب عليا؟ لا، ما في ذنب، ما في ذنب، الله يكفينا شر الذنوب. السلام عليكم. نعم. يا اخي ارفع صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك الحمد لله، الصوت ضعيف لماذا يا جماعة؟ من عندهم يا عبد الرحمن ولا من؟ السلام عليكم. عليك السلام. بعد إذن حضرتك يا شيخنا، أنا طبيب أسنان. ارفع صوتك يا طبيب الأسنان، صح الله فمك، ارفع صوتك. أنا طبيب أسنان أعمل في مستشفى، أنا طبيب أسنان أعمل في مستشفى تقوم على الكشوفات الفورية اللي هي الكاش، وجزء منها من التعاقدات مع شركات التأمين التجاري وليس التكافلي. وأنا لي نسبة من الفلوس اللي بتخش من شركات التأمين التكافلي، التأمين التجاري. ليس عليك إثم، الطبيب المعالج لو عالجت كافرا، لو عالجت كافرا لك أجرك فقط، ما في مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كنت أتصل معك. تفضل يا حبيبي. وين حكيت معك؟ نعم. نعم. أنا كلمتك من شوي بس فصل الخط. تفضل. عن المجوهرات، التصاميم. ما أنا أجبتك عن التصاميم، إلا إن كنت تصمم من تلقى نفسك وتبتكر وتخترع وتريد تضع هذه التصاميم في متجر. لكن المتجر قد يحوي أشياء أخرى لغيرك، عليها مواد مثلا ليست مضبوطة، قلت لك جائز أن تعرض، لأن كذا كذا المتجر متابع منك ومن غيرك. طيب السؤال الآخر، هذه التصاميم إذا قلدت ذهبا حقيقيا وبيع هذا الذهب لنساء متبرجات خصوصا أنه ما عليك أي مشكلة، ما عليك أي مشكلة، يعني تصممت وقت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صممت عقد، عقد للنساء، صممت عقد، عارف العقد القلادة؟ نعم. صممت قلادة ونفذت القلادة إلى عقد حقيقي، التصميم الذي صممته نفذ،
كل الذهب الذي تلبسه النساء مصمم من قبل أن يصنع. ما عليك إثم أنت إذا المرأة تبرجت به أو لم تتبرج. قد كان الذهب يباع على عهد الرسول عليه السلام، فمن النساء من كانت تلبس الذهب خلخال في رجلها وتمشي عند الرجال تضرب هذه في تلك حتى يراها الرجال، لكن ما منع بيع الذهب. تمام، مع السلامة. جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخ الفاضل، بنتي لديها 7 سنوات، فطبعا بحكم اللبس اللي هو معروف حاليا دوت يبقى يعني ضيق شوية عليها، فبدأت أفصل لها، بتلبس برضو ببنطلون من تحت وكده، بدأت أفصل لها مثلا حاجات شوية بكم، بدأت أجيب لها مثلا بندانة اللي هي مثلا بيتقال عليها سورة دي كده، اللي هي بحيث يعني إن أنا أعودها على الطرحة وكده، فبدأت ألبسها، فبدأوا الناس مثلا اللي حواليا بتروح درس قرآن، فبدأت أعمل لها فساتين، بدأوا الناس اللي حواليا ينتقدوني ويقولوا لي اللي انت عامله بنتك دوت، انت كده مكبراها، فمش عارفه ايه الحكم ده في الدين. يعني انا لست بمتصور البنت 7 سنوات صغيره، غايته انك يعني ما لا تظهرها بصوره متبرجه تفتن، لكن هي صغيره لا تشددي عليها ولا يعني تتهتكي. يعني حابه الموضوع، يعني لما بقول لها انت حابه كده بتقول لي حابه كده، يعني برضو كنت بشوف الهدوم مثلا بتبقى اللي هي طالعه دي بتوطي مثلا ظهرها بيبقى باين خلاص، يعني بتبقى كانت بتبقى عجباني يعني، فانا كده حاسه ان هي حشمه، هي بتبقى قاعده في البيت براحتها وكده، بس لما بتطلع بره مثلا ممكن بتلبس طرحه كده صغيره، فساتين كده، اتناءات كده لطيفه كده. ليست بملزمه بهذا في هذا السن، لكن ان فعلت ورضيت بذلك لن نقول اثمين. يعني ما فيش اسم عليا او حرام؟ لا، هي انت تقولين تزعمين البنت ما عليها مشكله وفرحه بهذا اللبس، خلاص فرحانه، بقول لها انت مبسوطه، بتقول لي انا مبسوطه، بس هي مره يعني جت البنيه ده كان لونه اسود، فقالوا لي لا حرام حرام. لا صبري يعني اصبري عليك شويه كده. الفرحه دي بس هي كانت الهدوم اللي تحت كانت ملونه. السلام عليكم. بس كفايه خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. سلامك الله يا شيخ ايهاب. تفضل. السلام عليك. تفضلي يا اختي، الله يسلمك. كنت عايزه اسال حضرتك لو في قرض وكده وعايزه اتقرب لربنا بصدقه، الافضل اطعام الطعام ولا تقولي لو في قرض وتريدين ان تتقربي الى الله بصدقه، افعلي اي فعل خير وصاحبي هذا الفعل بالدعاء، لقول الله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فمع المسارعه في الخيرات الدعاء، سواء أطعمتي، سواء تصدقتي، سواء صمتي، سواء تلوتي القرآن، تقربي من الله وودعي ربك سبحانه وتعالى مع هذا التقرب إلى الله. سؤال تاني يا شيخنا، تفضلي. بحاول إن أنا في حاجات كتير غلط بعملها، وأحاول إن أنا كل ما أتحسن أو أستقر على عبادة برجع تاني، مش عارفة أتقرب. اسأل الله ثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ابتعدي عن مواطن المعصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ولنا. وحياك الله وبارك الله فيك. الله يرفع عنك وتقبل خيرك. أنا شيخنا، أنا شاب حديث التخرج، أنا تخصصي مهندس برمجية. أيوه. دلوقتي جالي فرصة عمل في بنك فيصل الإسلامي. أنا كده كده ما بحبش أعمل البنوك وبكرهه أساساً. ولكن انا بقالي فتره طويله مش لاقي شغل، وكل الشركات عاوزه خبره، فكنت النيه اللي انا ادخل مكان زي كده اخد خبره 6 شهور سنه اقصى شيء، واسيب المكان تورعا يعني عشان نزلت مبرر رضوي. ايه راي حضرتك في النقطه؟ رايي انك اذا دخلت وتزعم انك ستتورع بعد ذلك، انت ما تورعت في البدايه. هل ستتورع بعد ان تذوق الفلوس وتعرف المبالغ الكبيره الشهريه اللي جالك من البنك؟ يعني إن أمكنك تبحث عن شيء آخر، أمكنك ما أمكنك فلن أستطيع أن أحرم عليك هذا، لأنه ليس مباشر في الربا، إنما البنك له عدة أعمال أخرى غير الإقراض الربوي. فكونك تعمل في البرمجيات عملك مكروه، عملك مكروه، لكن لا أستطيع أن أقطع بتحريمي قولا واحدا، وأنصحك بالبعد، وأنصحك بالبعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الصلاة خلف من لا يحسن القراءة يا شيخ. كيف لا يحسنها؟
لا يعني يكسر المضموم، يكسر المضموم. نعم. اذكر مثالا. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. مش شايف يعني في خلل كبير، يعني مش سامع. إياك نعبد وإياك نستعين، إيه الخلل اللي بيعمله ماشي؟ بيكسرها. كيف يكسرها؟ فهمني كده، كيف تقرأ مكسور؟ إياك نعبدي، ما في أحد يقرأ إياك نعبدي هذه. لا، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. وإياك نستعين، علمه، الله يحفظك. علمه. تمام. شكرا حبيبي. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حضرتك يا شيخ، أنا عايز أكلمك على الخاص وحضرتك ما بتردش. أكلمك إمتى؟ كلمني إمتى؟ متى تكلمني؟ كلمني بكرة الساعة 11 إن شاء الله، وأرسل رسالة كده زي ما أرد عليك. ألف شكر يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام. تفضل. اتفضلي يا اختي، يا اختنا اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا مولانا. الحمد لله. تفضل الجنة. الله يكرمك. بعد اذنك مولانا، جزاك الله خير. وإياكم. خلاص يا عبد الرحمن، غير سؤالي الاخ وليد الله يحفظك. انت تشتغل كده، انشط معنا يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. ربنا يعزك. ويعزك ربي. الله يكرمك. بسال حضرتك في سوره ياسين، ربنا بيقول سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر والليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. ايه المشكله؟ في سوره غافر: الله الذي جعلكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم. تفسير الايه ان الارض ثابته ولا؟ الارض قرارا لنا، جعل لكم الارض قرارا تستقرون عليها. اه. والشمس تجري لمستقر لله، الشمس تجري. لا نستطيع ان ننكر ان الارض قرار، ولا ننكر ان الشمس تجري. بس. اي نعم. مش ضيعش وقتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مصطفى، قال الله تعالى: يا أخي ارفع صوتك. من هؤلاء الناس اليوم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف الحال؟ الحمد لله، أنا بخير والحمد لله. اسمح لي بصحة ثلاثة حديث. تفضل. الحديث الاول: والذي نفسي بيده لا تامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رؤيا موقوفا ومرفوعا والاظهر الوقف. نعم. نعم. الحديث الثاني: اذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامه لا يتبين. لا يثبت. لا يثبت. لا يثبت. نعم. اذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامه لا يثبت. نعم. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. لا يصح. نعم، جزاك الله خيرا. وياك يا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ما حكم مقاطعة الأم إذا كانت نمامة؟ مقاطعة الأم إذا كانت نمامة؟ علمها وذكرها وأدبها بالأدب الشرعي. أما المقاطعة كثيرا. ها؟ حاولنا كثيرا. يعني تنقل كلام الناس للناس على سبيل الإفساد؟ أيوه مظبوط. يعني تفسد بين الناس. تفسد بين أبنائها، تفسد بين أبنائها وأقاربهم، تفسد بين أبنائها وزوجاتهم. يا الله سلم. علمها. حاولنا معاه كثير. خلاص سيبها شويه، كان الزجر بالهجر له وجه. الزجر بالهجر وارد. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟
حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. شوف لنا تحريك هذه الشاشه بالاسئله، ما اعرفش ايه وقفه ليه لاسئله الناس. ها لا، ما تعليقات قليله، تعليقات كثيره جدا بس حركتها البطيئه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الباطل. عليك الصلاه والسلام وبركاته. تفضل. نسالكم الدعاء لنا ولاولادنا يا شيخنا. الله يوفقنا واياكم، يثبتنا واياكم. لي سؤال. سال يا حبيبي. شوف تعليقات كده. الان في المسجد الحرام الامام يصلي والمأمومين يصلون امامه. حبيبي تركين مكان كده امام الامام فاضي. الله يكرمك، صلي مع الناس. حكم الراتب الزائد على العمل في عطلات الاسبوع وعطلات اعياد النصارى في اوروبا، خذه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا شيخ وائل ابو محمد. ازي صحتك يا شيخنا؟ ربنا يبارك فيك. الحمد لله، الله يكرمك، تفضل. عساك بخير، الله يبارك في عمرك. الله يكرمك. انا اسعد حديث يا شيخنا بعد اذن حضرتك. سل. حديث ملعون من سال بوجه الله. لا يصح. لا يصح، جزاك الله كل خير. وياك يا شيخ وائل. نتفاش من دعائك الله يحفظك. بلادكم فتحت للناس ولا ما زالت مغلقه؟ لا لسه يا شيخنا. على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى، ربنا يرضى عنك ويحفظك يا رب. عنك ولا عنك؟ ايهما اصح؟ عنك. احسنت. ربنا يرضى عنك ويحفظك وذريتك ويجمعكم جميعا في الفردوس الاعلى. ولك والسامعين والسامعات بمثل يا رب. محمد علي الصقر معاك. يا مرحبا يا شيخ محمد، يا شيخ محمد. طالت القطيعة غفر الله لنا ولك. الله يحفظك ويبارك في عمرك، والله شرف ليا اني اجي لك. الله يبارك فيك. ان شاء الله عن قريب باذن الله هاجي لك. شرفنا، الله يحفظك. الله يرضى عنك واسالك الدعاء بالله عليك لي ولوالدي. الله يثبتنا واياكم ويجمعنا في الفردوس جميعا. اللهم امين يا رب. اللهم امين. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. يا شيخ، في واحد ملتزم كان حابب يتزوج واحدة أرملة بس أهلها مش موافقين. أهلها مش موافقين. أيوه. ولماذا أهلها مش موافقين؟ يريدون أن يزوجوها لشخص مطلق مثلها أو متوفى، يعني زوجته. أيوه أيوه. فالقاضي مش هينفع لأسباب كثيرة يعني. ففي رأي قول الأحناف أنه يجوز رجل صالح أنه يزوجها يعني بدون الولي ولا بدون القاضي. يعني تريد وانت تريد تتزوج هذه المرأة لا بوثيقة زواج ولا بولي شرعي، تاخذها كده تعال جماعة شهدهم وتتزوجها وتمشي كده؟ برجل صالح. رجل صالح. اي صالح ولا مش صالح؟ ساعة الجواز ما فيش صالح، لازم نمشي صح. مش انا اللي اتزوج. لو صالح وتزوجها بدون ولي ويتزوجها بدون ما تثبت القسيمة عند المأذون، هب أنها خلفت، هب أنها ماتت ويريد أن يرثها وترثه، كيف يكون العمل؟ يعني يجي واحد ساري مثلا يأخذ بنات الناس كل يوم مع بنتي يتنقل من هذه لتلك ويعطيها اللقيمات ويمشي؟ لازم تسجل يا عم العقد أو وليها يزوجها. إن اشتغلوا فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني ما فيش الحل بتاع الأحناف ده يا شيخ؟ هل الاحناف بس يا الله يغفر لك، انما حديث رسول الله احسن من الاحناف. لا نكاح الا بولي، فانكحوهن باذن اهلهن. ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. ومن تلك التي على عهد الرسول، اسالك، من تلك التي على عهد الرسول ذهبت وزوجت نفسها لشخص، من هي؟ اذكر لي واحده صحابيه فقط. يا شيخ تدل بالاحناف قال فذهبي فزوجي نفسك. كذا حديث ما اول مره اسمع هذا الحديث، ذهبي فزوجي نفسك. ما اعرفش والله حاجه، يعني انت جايب الكلام ده منين؟ شبيه لهذا الكلام يا شيخ. طلعه بس كده منين وانا ادي لك هديه 1000 جنيه والله. لو في حديث كده اذهبي فزوجي نفسك 1000 جنيه تاخذها. مش له يا شيخنا يعني. هدي لك عدا يعني. نفس المعنى يا شيخنا. الله يسامحك بس. شفت كونك تقول عن الاحناف احسن ما تكذب على الرسول. احذر. لست انا من ساتزوج يا شيخ، انا كنت لا انا اتكلم انك تنسب للرسول حديث، هذه مشكله. نفس المعنى يا شيخ. يا عم صلى على النبي وخلاص.
سرك. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضلي. ما حكم العمل في شركة أدوات تجميل وعطور ومنظفات، وكل ما بتاخد منتجات أكثر بيبقى لها أنفاق بس هذه الهدايا معروفه يعني، هذه العطور معروفه لدى الناس ولا فيها تدليس ولا فيها ايه بالضبط؟ يعني عطر معروف مثلا ده في وسط الناس ب 100 جنيه يضحكون على الناس يبيعوه ب 1000 من اجل العموله. لا لا اذا كانت الاشياء معروف، صابون لوكس مثلا معروف لدى الناس كلهم. نعم. اذا بعت واحد قال لي يا فلان اذا وزعت لي صابون لوكس لك على كل صابونه جنيه مثلا، ما فيش مشكله، لكن تجيب لي صابون مش غير معروف اصلا مضر ولا غير مضر ولا مشتهر في السوق، والصابونه ب 10 جنيه تبيعها ب 100 جنيه ويكون التداول من اجل الفلوس فقط لا يجوز. خلاص هاني المنشاه مرحبا بك يا هاني، بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري، الاصح الجوهري مش الجوهري، الجوهري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ عرفت يا يحيى الأسئلة بتتغير بس في كسل. تفضل، السلام عليكم، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عندنا في فجر يوم الجمعة الإمام بيقرأ من السجدة والإنسان لا يقرأهما كاملتين، فما حكمها؟ طيب إذا هل أمر النبي أمرا أن نقرأ بالسجدة والإنسان كاملتين؟ نعم. ما أمر. هذا فعله. فعله فعله. ولم يقل فاقرأوا ما تيسر منه ربي، قال والنبي قال اقرأ بفتحها. يعني سؤال النبي يعني. انا اسألك سؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي كان يقرأ بالسجدة والأتف يوم الجمعة، لكن هب ان الناس لا يتحملونها فقرأت بعضها حبا في سنة الرسول، واتقوا الله ما استطعت، المانع؟ والنبي قال اقرأ بفتحت كتاب وما تيسر معك. لا يوجد مانع سيدنا؟ لا ما فيش مانع ابدا. انت بس متشدد شوي. يا تقرأها كلها يا بلاش. لا. الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، النبي قال صلي اقرأ فتحت الكتاب وما تيسر معك من القرآن. شكرا يا حبيبي. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. الجوهري صعب ان مسيخ تصم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله أن يبارك لنا في عمرك. وإياك يا حبيبي، تفضل. شيخنا الحبيب، حكم المروكة شيخنا للزوج. حكم إيه؟ الزوجة تلبس الباروكة للزوج. باروكة شعر، شعر، شعر. أيوه شعر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. نعم، يعني لا يجوز للزوج أو يعني لا يجوز عامة يا شيخنا. ايه رايك انت؟ سمعت الحديث؟ لسه انت بتفهم ولا يعني؟ الله يزيدك فهما. تفضل. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا اخي. الله عليك ان شاء الله وبركاته، تفضل. شيخ انا بصلي الوتر، انا بادي وانا ساجد. اي يعني وانا ساجد بطوق يعني، ما بقاش وانا واقف يعني في اخر ركعه في الوتر بصلي وانا بدعي كتير وانا ساجد. اللهم اهدنا فيمن هديت وانت ساجد. تمام. انا يعني انا بدعي وانا ساجد. الاولى وانت قائم. هذا الدعاء بالذات يعني الاولى وانت قائم. لكن اذا يعني. اذا سجدت ودعوت في السجود لا باس ايضا. لا باس يعني. فانا بخصص اخر سجده فبطول فيها يعني جامد جدا. وانا طب السؤال اللي كان كده سؤال. اصبر اصبر. هل كان الرسول يطول في اخر سجده في الوتر؟ لا. خلاص اسمع واطع لرسولك. يعني اللي عمله الرسول اعمله، اللي ما عملوش ما تعملوش. صلى الله عليه وسلم. اظنك تحب رسول الله. الحمد لله. هذه نعمه من الله عليك. جزاك الله خيرا. يا ربي يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب والله الحمد. بقول لحضرتك، هو المسجد الموجود عندنا اللي دايما معظم الناس اللي بتتوفى بنصلي عليها فيه في قبر، فلو اضطريت وصليت في المسجد ده وكان على جدتي للضرورة لا إثم عليك. الرسول للاضطرار أحيانا سيصلي عند الكعبة وحولها 360 صنما، والرسول صلى الجنازة
عند قبر بعدما دفن. المرأة التي كانت تقوم المسجد قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليه. فإذا اضطررت وكانت تصلى عليك الجنازة صلي غفر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حالك؟ حالي الحمد لله طيب. نتقلب في نعم الله يا أخي والله. اللهم لك الحمد. الحمد لله الحمد لله. أنا لي ولد توفى وعندي زوجتي وجزء أولاد. جزء أولاد؟ لو حبيت عندي ولد وبنت يعني. طيب. زوجتي وأنا. ماشي. وولد متوفي، لو حبيت أتصدق وليكن مثلا بألف جنيه. أيوه. أقسمه في نيتي كده إن مثلا 300 جنيه للمتوفي و200 جنيه للولد و200 جنيه كده يعني، ولا؟ الأمر واسع. 1000 جنيه. الأمر واسع. ولكن أنا عايز الميت يستفيد أكثر من الأحياء. يعني أنت تتصدق يعني عن الولد مات وكان يعني عمره كم سنة؟ الولد مات وهو في بكالوريوس هندسة في آخر سنة، عمره تقريبا 22. الله يرحمه الله يرحمه. رحمة الله. الأمر فيه ساعة الله يرحمه. طيب يا شيخ مصطفى سؤال ثاني، الرجل الذي أو الأثر أو حديث يمكن الذي أمر أولاده بأن يحرقوا جثمانه بعد موته، فلما بعث سأله الله أو سئل فقال من خشيتك يا رب. هل هذا صحيح ولا؟ صحيح 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 صحيح. طيب يا شيخ مصطفى معلش المعدة دي حلها لي يعني. إذا واحد أو يعني أنا يعني خايف من القبر بشيء يعني عايش فيلم رعب بمعنى أصح. ولكن هذه يعني مرعوب من القبر، مرعوب لما أموت وأدخل القبر ويتقفل علي الباب. في الوقت في الوقت نفسه الخوف ده يعني مش بيبعدنا عن المعاصي قوي يعني، ليس له تأثير على ارتكاب المعاصي قوي يعني، الواحد بيخاف بقلبه فقط، لكن كمعصية أو كفعل واحد بيحاول يقرب من ربنا قدر الإمكان عن الكذب عن النفاق عن الرياء عن اغتياب الناس، لكن برضه لا يتواكب مع الخوف. هل هذا شيء طيب؟ يعني أنا بقولك بخاف من دخلة القبر. المهم في العمل المهم في العمل الصالح المهم في العمل الصالح. وانت خايف من القبر ولا خايف من الله؟ خايف من الله طبعا. ولا خايف من ظلمة القبر؟ خايف من القبر لا، وليس من ظلمة القبر، الموضوع مش مرض. طيب اذا كنت خايف من الله، الخوف من الله قربة، قربة من القربات. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. بالضبط ده اللي انا اقصده يا شيخ مصطفى. ان شاء الله مبارك عليك بس اجتهد في العمل. في العمل لا يحس على العمل بنفس اجتهد في العمل معلش. والخوف الخوف طيب. الخوف عمل قلبي. ايوه صحيح. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ ازيك لست ردا للسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رد لي تحياتي. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي. هو الدعوة إلى الله تحتاج للين ولا تحتاج لشدة؟ تحتاج للين الأصل، لكن أحيانا إذا السائل متنطع يشتد عليه. جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن دم البعوض، ما حكم دم البعوض يا ابن عمر؟ وكان من أهل العراق. قال يا ابن عمر مشتدا، قتلتم ابن بنت رسول الله وجئتم تسألوني عن دم البعوض؟ فيشتد أحيانا، ولكن الأصل اللين، الأصل اللين. قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله تعالى أيضا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شكرا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب ولله الحمد. عبد الشيخ لو سمحت، احنا مجموعة في السعودية لما بتاجي علينا زكاة الفطر ما نعرفش يعني انه في حد فقير نعطيها له. كلم امك في الهاتف ولا يما اخرجي لي زكاة الفطر عندك في مصر تاتك الارز. لا
هم بيخرجوا لي زكاة الفطر هنا في مصر. ما في مشكلة، لا يلزم الشخص وليس هناك دليل ملزم للشخص أن يخرج زكاة الفطر في البلدة التي صام فيها، ليس عندنا دليل ملزم بهذا. أيوة يعني هم أهلي لو أخرجوا لزكاة الفطر هنا لا بأس، بس ما تكونش بتفر من غلاء الرز في السعودية وتروح مصر عشان كده يعني، كتر الرز شوية في مصر. لا عادي، في شيخ هنا إمام مسجد هو بيلم الزكاة بس نقد يعني. خلاص أنا أجبتك يا حبيبي، الله يوفقك. صابرين ياسر تليفوني معروف، بس شيلي صورتك دي يا صابرين ياسر، انت مع الزوج كده يعني ما ينفعش كده يا اخت صابرين، نشر صورتك مع العريس كده على ما ينفعش كده ابدا يا زوجها، يا زوج صابرين ما ينفع كده يا زوج صابرين، الغي الصوره دي صوره محترمه، ما ينفعش الوقفه دي يا زوج صابرين. كلام عبد الرحمن الوقت. شفت يا عم يحيى لك صدق مقولتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يحفظك يا شيخ مصطفى. رحمة الشيخ محمد الطويل، تفضل الله يسلمك. ممكن بس حضرتك يعني بحسن خاتمة. الله يحسن خاتمتنا وإياك، الله يبارك فيك. في سؤال بس برضه محتاج أسأل حضرتك. تفضل. لو في واحد مثلا فاتح قناة على اليوتيوب إنشاد ديني أو قصص تاريخية و وحاجات من هذا القبيل يعني، وبعد وفي ارباح بتيجي من اليوتيوب وممكن واحد يستغني عنها، لكن هو مثلا بيحتاج المال وشايف ان ده يعني اليوتيوب سينزل اشياء لا ترضي ربنا على القناه عندك مقابل الفلوس ولا لا؟ لا هو بينزل مثلا اناشيد دينيه خاليه من الموسيقى، لكن الاعلانات اللي بتيجي عشان يجي منها الفلوس او كذا بتبقى مثلا فيها موسيقى فيها صور لنساء كلام من ده. لا تفعل لا تفعل، الله يبارك فيكم، الله يكرمك، الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عايزة اسألك على حاجة. تفضلي، ممكن ترفع صوتك ولا انت مريضة؟ مريضة ولا ممكن ترفع صوتك؟ أنا مريضة شوي. مريضة شوي، الله يعافيك، تفضلي. دلوقتي يا شيخ أنا مكتوب كتابي. الله يتمم بخير. يعني داخلة في سنتين يعني. الله يتمم عليكي بخير. كل ما يجي خطوة الفرح زوجي بيفضل يقول أنا خايف ومش عايز وهيحصل مشاكل، ولما هنتجوز هنجيب طفلين وهنتطلق. وكل سبب وكل حجة وكل مرة حجة وكل مرة سبب، ولما أنا مثلا هو بيضغط عليا أنا بروح متعصبة أو بتعصب مثلا أو فوتي على أو كده، يقول أهو صوتك عالي مش هقدر أكمل مش هقدر. اصبر عليه زي ما عايز يفك، بس اصبر عليه خالص نشوف يعمل إيه. كلمي كلام طيب، وربنا ادعي ربنا أن يصلح بينكم ويهديه وعجله بالبناء. ما هو كل ما يجي تعجيل البناء هو ما بيرضاش، بيقول لا مش قادر على الخطوه مش قادر اعملها. وتوافقي ان انا اتجوز عليكي ونكمل، توافقي ان انت تعملي كذا ونكمل وهكذا، وكل شويه هو مريض ولا انت المريضه ولا مين المريض فيه؟ من الموسوس؟ هو موسوس؟ ما مش عارفه الصراحه. طيب ادعي له بالهدايه يا رب يكرمك. طب انه نكلم اهلي على الانفصال وكل شيء. خلاص انت جالسه بقضاء الله عليك يا اختي، لا تتعبي نفسك كثيرا، والله الواجب اعمله وربنا لن يضيعك. السلام عليكم. بهذا القدر اجتزئ، حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لانعم الله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا
وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، واجعلنا نورا، واجعل في شعرنا نورا، وفي بشرتنا نورا، اجعلنا كلنا نورا يا رب العالمين. هناك سبع في التابوت قالها قريب عن ابن عباس ذكر منها سمعي وبشري وبصري ونحو ذلك. أرجع فأقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا رب مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. ارزقنا يا خير الرازقين، اغفر لنا يا خير الغافرين، افتح علينا يا خير الفاتحين، انصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل لا وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. كن لنا يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.